السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدتكم في المحاضرة التاسعة في نهاية لغة الـ CSS، وعدناكم في تصميم موقع معكم، ولكن قمت بتصميم الموقع لاختصار الوقت. الآن نفتح البرنامج ثم نذهب على الفايل الذي قمنا بتصميم الموقع فيه، واستخدمنا بعض مصطلحات ال HTML وال CSS. بدأنا في ال HTML وال Head وقمنا بإغلاقه، وال Body قمنا بإغلاقه، وال HTML. الآن نبدأ في ال Body في بعض مصطلحات ال HTML. أيهار Go Down، تذهب إلى الأسفل، وأعطينا ترميزة D. ال H1 استخدمنا إلى H6 وإلى النهاية، لا يوجد H7. كل عبارة Welcome in the website تحمل رقم ال H الخاص فيها. كما ترون الآن نفتح الموقع ونرى الـ H1. كما ترون هذه الـ H1 والـ H2 أصغر، والـ H3 والـ H4 والـ H5 إلى الـ H6. والآن نذهب إلى الـ OL لطعن الكابتن العنوان. عنا العنوان two different English prices، العبارتين في الإنجليزية مختلفة، hello world و hello world. hello world تعني مرحبا الكلمة، و hello world تعني hello العالم، مرحبا العالم. والآن نرى الموقع التأثيرات على OL كيف أصبحت. كما ترون هذا الـ OL، كما ترون أعطت الترميز بالأرقام لهم، و لدينا الـ UL أيضا نفس العبارة، ولكن الـ UL طعن العنوان Social Media، وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي. طعن AR صفحة الفيسبوك الخاص بنا وبعنوان فيسبوك بيج، وقمنا بإغلاق UL ونرى ماذا سيحدث بها. كما ترون هكذا أصبحت. والآن لنرى ال HR color green، وهذا ماذا يعني؟ كما ترون الخط HR والكولر أخضر green. ولدينا التيبل، تيبل لإدراج جدول، تيبل بوردر لعمل إطار 3×3، وقمنا بإدراج تي هيد وفتح وسم تي ار وإغلاق وسم تي ار، وهكذا تي بودي. وأيضا شرحنا في المحاضرات السابقة في لغة ال HTML. والآن قد أكملنا الـ HTML أو بعض وسوم الـ HTML. الآن نذهب على الـ Go to Down، طعنا الترميز دي، وفي الأسفل طعنا A Name دي، الترميز دي للذهاب إلى الأسفل. كما ترون هكذا Go Down، ننقر عليها نذهب إلى الأسفل، و Go Up نذهب إلى الأعلى. والآن نذهب إلى الـ CSS أو لغة الـ CSS. Style Type Text CSS H1، طعنا الـ Background Size 5 pixel، 5 pixel Border 5 pixel، السمك للإطار، والـ H2 Border Background Color، الخلفية حمراء والعبارة باللون الأسود. كما ترون الآن في الموقع الخلفية باللون الأحمر
والكتابة باللون الأسود أو العبارة. والـ H3 قمنا بإدراج الـ Background Image، قمنا بإدراج خلفية لهم، خلفية على شكل صورة. قمنا بإدراج هذه الصورة كمترون، وطعنا الكولور ريد لون الكلام ريد، وحددنا الويث والهايت. كما ترون H3 أدرجت هذه الخلفية والعبارة باللون الأحمر أصبحت. ونذهب على H4 الآن. كما ترون H4 قمنا بالكولر جعله أحمر، العبارة باللون الحمراء، والتوب 50 بيكسل، والليف 60 بيكسل، وبوزيشن ريليتيف. كما ترون ال H4 أصبحت تأثيرات عليها هكذا، وال H5 فونت فاميلي، والفونت ستايل طعنا إيطالي، والفونت الفاميلي نوع الخط، والأو إل طعنا هذه الخلفية background image الإيميل. ولنرى التأثيرات على كل من H5، كما ترون H5، ونرى التأثيرات على أو إل. وهذا كان الموقع الذي قمنا بتصميمه اليوم، والذي استخدمنا في بعض مصطلحات لغة CSS ولغة HTML.